السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم، ودلوقتي هنشوف ازاي نتحكم في ضوء الشمس في برنامج الانفرا ووركس من ديسبلاي. اجي هنا واقول له sun and sky او كنترول 7. هنا بقى بختار الوقت بتاعي اهوت، ممكن يبقى بالليل مثلا او بالنهار، ممكن اليوم هيبقى انهي يوم، ممكن اتجاه الرياح تقدر تتغير الزاوية بتاعتها، وده طبعا يبان اكتر لو في اي اشجار تبدا انها تتحرك معاها، وسرعه الرياح تقدر انت تزودها، الكلاود بالشكل دوت. فدي بعض الاختيارات اللي بتسهل عليك توصل للوحه اللي انت عايزها. طبعا مساش ان في بعض الاختيارات موجوده هنا بتخليك تتحكم في هل اصلا في سحب ولا لا، او السماء اصلا موجودة ولا لا. اهيت لو نزلت تحت هتلاقي في اختيار اللي هو شو سكاي، تقدر ان انت تفعلها او ان انت تلغيها لو انت حابب.